ومتابعه عالم الصباح رح بتكون مع شيء بخلينا اوقات كثير نكون مبسوطين للاعتناء فيه، الخضار ارض ورد وكندا. صباح الخير، بما انه اليوم عم نحكي عن السعاده، بعرف انه في كتار اشخاص يلي دائما هيك بيتصلوا وبيبعتوا لك بتبقى عندهم هيدي الساعه ساعه ونص يلي بيهتموا بنباتاتهم عن بكره تعطيهم عن جد سعاده، هيك بحسوا حالهم ما بعرف زين يمكن كثير مع بدايه النهار. مضبوط، وهيدي قلت رح اخصص عنا موضوع كمان لانه حكينا قبل غدا عن الموسيقى والنباتات وفرجينا دراسات فعلا كثير غريبه، يعني منها انه اكيد النباتات تتجاوب مع الموسيقى ومنها تخيلي لحديد وين انه على الموسيقى صاروا النباتات مثل الانسان، يلي كمان عمل عليه كثير دراسات انه في بعض الامراض يلي صاروا بتروح عن النباتات حتى مع الموسيقى. فكمان في دراسات بس بعدها منا كامله بس عم ببلش يشتغلوا عليها على علاقه الانسان بنباتاته، واذا انت بتحكي معها مين بيريح الثاني اكثر او لك؟ انت بترتاحي اكثر ولا هي عم بيكون عندها تجاوب انها تكبر بشكل افضل؟ وهالشيء بيرجع بينعكس بس على الشخص اللي عم يهتم انه انا ليه نباتاتي كبروا وصاروا حلوين والى اخره. صح، ف يعني الدراسات الاوليه بتفرجي انه الاثنين بيكونوا عم يستفيدوا لانه الظاهر انه النباتات على الفايبس او الذبذبات يلي بتوصل من صوت معين على طول بيتعودوا عليه وصوت بموجات معينه، كيف انت عم تحكي معها بتكون عم تتجاوب ايجابيا او سلبا، والعكس صحيح لانه هذا الشيء مثل ما قلتي بينعكس كمان على الانسان. هيدي انت اكيد بتعطينا يعني تجربه خاصه عن الموضوع، انه تصور مثلا الكندا لا تشعر بالسعاده هي وعم تتعامل مع النباتات، يعني ابسط شيء اقوله لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا جربوا وشوفوا. أكيد. واكيد بتلاقي انه فيها هيك لذه بانه واحد يشتغل بالخضر. اليوم رح نحكي عن نوع كثير حلو من النباتات المنزليه يلي بنبلش نشوفه هلا. في بعض الانواع غاده يلي بتعرفي لها مواسمها مزبوط، في انواع ثانيه من النباتات ما بتقدري تعرفي اي موسم هي بتكون موجوده، الجوزمانيا والفريزيا وكل هدول الانواع يلي هلا رح نحكي عنهم اسامي عجيبه بس يعني. اذا بقول لك هن من عائله الاناناس هيك حتى لين بسطها اكثر، بنسميهم بالعربي اناناسيات او لهم الاسم العلمي اكثر يلي هو البروميلياد، بروميلياد الاناناسي وحده منهم كمان، وباختصار هن يلي عندهم هالوراق اللي عاملين شكل بوكيه وبالنص بيطلع عندك زهره. هلا بالاناناس هالزهره بترجع بتعطي ثمر يلي هو ثمر الاناناس وبترجع بتعطي بوكيه الورق يلي بيكون فوق الثمره وهي اللي بترجع تطلع هيدي بالقلب. كيف يعني؟ يعني الاناناس وقتها بتطلع بتطلع هون محل هي الورده محل الزهره بتطلع على تيج من هون هيدي التيج اللي بترجع بعدين بتعطي ورق زياده يعني هيك قصدك. اوكي، بتعمل هون الاناناس ومن فوقها بيطلع عندك الورق، بينما هالانواع اللي شايفينها يلي هي بس للزينه هيدي ارستقراطية، الفرع الارستقراطي من العائلة بتعمل وراق، بتعمل ازهار بالوان حلوة كثير هلا بنحكي عنها كمان، ولكن الخضار الجديد يلي بدها تعطيه ما بتعطيه على راس الزهرة انما بتعطيه على كعب النبتة مثل ما رح نشوفه بورق جديد ها؟ عم نشوفها هون كيف عم تفرع ترجع عن جديد ما اذا كانوا مبينين هدول الجديد يلي كمان بدورهم بيرجعوا بينزرعوا لحتى يعطونا نباتات جديده وهيك بتكمل السايكل او الدوره تبع الاناناسيات بشكل عام. هلا عاده تفضلي شو بدي اسالك انه قد ايه بتبقى هي الزهره؟ هيدي الزهره بتضاين كثير بس قبل خلينا نرجع ل نحكي عن هالعائله هيدي، عندنا مثل ما قلنا جوزمانيا، هيدي هي زهره الجوزمانيا يلي اسمها يلي الوانها احمر فوشيا اصفر اورانج كل هالالوان القويه كثير، فريديا كمان يلي الوانها بسموها لسان النار لانه الوانها كلها الوان ناريه وبتقدر تكون مثل ما انا شايفينا اصفر وبعدين عندك من جوا الاحمر او الاحمر القوي كثير يلي هونيك وفي عندك الاصفر يلي حدنا لتاني ميل. كنت عم بقول انه ما بنعرف كثير ايمتى الموسم تبعها لانه كل هالانواع هي انواع استوائيه ومعروف انه الانواع الاستوائيه مثل الاوركيد مثلا يلي بتشوفيها على مدار السنه دائما موجوده بالمشاتل باي وقت بالسقعه بالصيف بالشتاء
بتبقى موجودة. هلا هي بتتأثر أكيد بالخارج، مش هيك؟ نحن ما بنزرعها برا بالجنينات، بمناطق بيتغير فيها الطقس على مدار السنة، ولكن نعتمدها كنبتة داخلية. فإذا كل هول اللي عم نحكي عنه هن نباتات داخلية بجوا بقلب البيت بتعيش. وهلأ رح جاوبك على سؤالك، بتعيش تقريبا 3 شهور الزهرة، بتقدر تضل مثل ما انا شايفينها حلوة وبألوانها الكتير حيوية. ايه بتحسي بقلبها مي او مظبوط. هالقساوي اللي بتعطيكي اياها اللي عندها اياها للزهره هي اللي بتخليها تضاين لفتره طويله، لانه الانسجه تبعولها سميكه وكثير بتدافع عن حالها، يعني من البرد الزياده، من كل العوامل الخارجيه، بس لحد معين. وهي بتحب انها تعيش بطقس جوا بقلب البيت، بشمس غير موجوده ولكن ضوء يلي بيكون قوي. هالاشياء يلي بعتقد كل اللي بيحضرونا على طول تعودوا علي اللي بقولهم، الشمس يلي هي في كثير نباتات الاستوائيه بلاها، يعني تكون الغرفه مضوايه كثير بدون ما يكون في عندها شمس كثير واصله عليها. السقايه بالنسبه لل